بعضها يتوارى عن الأنظار بين الكهوف الجبلية وأعماق البحار. هناك تحت ذاك السجن الكبير المعروف باسم كوريا الشمالية، منصات عائمة محملة برؤوس نووية تكتيكية. أشرف على صناعتها مجنون كوريا الشمالية بنفسه، وأخرى باليستية تخرج من وسط الركام من بين مئات الصوامع الأرضية لتنطلق نحو البر الرئيسي للولايات المتحدة. شيطان الشمال البحري والبري، كابوس قاتل تدرك كافة جنرالات الناتو أنه مصنوع لمحو أراضيهم. فما هي قصة تلك الأسلحة المميتة التي يحاصر بها زعيم كوريا الشمالية الولايات المتحدة وحلفائها؟ الكثير من الخفايا سنكشفها لك عزيزي المشاهد في هذه الحلقة، تابعونا. شيطان الشمال هو سونغ 18. للوهلة الأولى عندما سمع الخبراء العسكريون عن الكابوس هو سونغ 18، ظنوا بأنه نسخة متطورة من صاروخ واسونغ 17، أكبر في الحجم والوزن. لكن الصدمة كانت أن الصاروخ الجديد أصغر حجماً وأخف في الوزن من شقيقه الأقدم واسونغ 17. وعند التدقيق في تصميم وهندسة الصاروخ الخارجية، ظهر تطابق كبير بينه وبين الصاروخ الروسي العابر للقارات توبول إم، وهو ما يثير التساؤلات حول وجود التدخل الروسي في عملية تصنيع واسونغ 18، وهو ما سنتطرق إليه لاحقاً. ويعمل الصاروخ الجديد بالوقود الصلب، ما يمنحه خطورة أكبر على الولايات المتحدة، حيث إن استخدام الوقود الصلب يجعل من الصعب استباق ورصد عملية إطلاق الصاروخ، لأنه لا يتطلب ساعة من التزود بالوقود، ويسهل إخفاؤه ولا يتطلب عدداً كبيراً من مركبات الدعم المصاحبة، بعكس صاروخ واسونغ 17 الذي يحتاج لساعات من أجل تجهيز عملية إطلاقه، ما يعرض الأمر كله للكشف المسبق. تبلغ حمولة الوحش واسونغ 18 التفجيرية القصوى 1.5 طن، موزع على رأس حربي واحد ثقيل أو ما يصل إلى 10 رؤوس حربية متنوعة، كالرؤوس الحربية الحرارية أو النووية أو الهيدروجينية. قدرة كل واحد منها 1 ميجاطن. ولنوضح لك المشهد أكثر، فالقنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما اليابانية ودمرت المدينة بأكملها وقتلت أكثر من 200,000 إنسان، كانت قوتها فقط 17 كيلوطن، أي أن رأساً واحداً من الرؤوس المحمولة على واسونغ 18 قادرة على خلق انفجار أكبر ب59 مرة من ذاك الذي حصل في اليابان. فما بالك عزيزي المشاهد بعشرة رؤوس من هذا النوع؟ وتكمن خطورة الشيطان الشمالي في قدرته على إطلاق كل رأس حربي على هدف محدد، أو إطلاق جميع حمولتهم من الرؤوس على ذات الهدف بشكل متقطع. والميزة الأخيرة هي أكثر ما يميزه عن بقية الصواريخ من الفئة ذاتها، شيطان كوريا الشمالية الذي صنع بأعين الروس. بتحد واضح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للولايات المتحدة، وردا على دعمها العسكري لأوكرانيا، قام الجانب الروسي بنقل تكنولوجيا ومخططات تصميم مجمع توبول إم الصاروخي إلى كوريا الشمالية، وهو ما ظهر بوضوح على تصميم صاروخ واسونغ 18، حيث يتطابق بشكل وثيق مع توبول في الطول والقطر ومراحل الإطلاق والسرعة تقريبا. وبحسب خبراء عسكريين، فإن موسكو قد انتهكت بروتوكولا دوليا غير مكتوب بعدم توفير قدرات صاروخية نووية للدول التي من المحتمل أن تشكل تهديدا أمنيا كبيرا للدول الأخرى، وخاصة الولايات المتحدة. ومن الممكن أن تكون روسيا قد أعطت هذه الصواريخ التي تعود إلى حقبة التسعينيات لكوريا الشمالية كتحذير للولايات المتحدة من أن الأمور خرجت عن نطاق السيطرة بين البلدين،
وهل يمكن أن تكون الخطوة التالية من جانب روسيا هي نقل الدفاعات الجوية المتقدمة إلى كوريا الشمالية؟ يبدو أن كل هذه الأسئلة وغيرها الكثير أصبحت مطروحة الآن. وسيكون صاروخ هواسونغ 18 النسخة الكورية الشمالية من توبول إم قادراً على التغلب على أنظمة الدفاع الصاروخي بعيدة المدى التي كانت الولايات المتحدة تبنيها على مدار أكثر من 20 عام الماضية، وهو قادر على نشر أعداد كبيرة من الأفخاخ الخداعية والتي تشكل مصدر إزعاج لجميع الدفاعات الصاروخية الأمريكية الحالية. وفي الوقت الحالي سيتعين على كوريا الشمالية اختبار طيران صاروخ هواسونغ 18 العابر للقارات إلى مداه الكامل، على الرغم من أن هذا لا يتطلب الكثير من الناحية الفنية، إلا أنه ضروري للتحقق من أن صاروخ هواسونغ سيكون قادراً على الطيران في مسار باليستي عابر للقارات، حيث يمكن مراقبة نشر الرؤوس الحربية والشراك الخداعية من قبل مهندسي الصواريخ الكوريين الشماليين، وسيتعين أيضاً رصد سقوط الرؤوس الحربية على المنطقة المستهدفة، مما يتطلب نشر وتشغيل أسطول صغير من السفن المتخصصة لمراقبة سلوك الرؤوس الحربية أثناء عودتها إلى الغلاف الجوي وتحركها. ولا يمكن لزعيم المجنون أن يثق في إمكانية استخدام هواسونغ 18 بشكل موثوق ما لم يختبره على مثل هذا المسار الكامل. كيف يرصد هواسونغ 18 أهدافه؟ لا يحتاج الصاروخ الكوري إلى أنظمة معقدة للتخفي كالرادارات السلبية أو الأنظمة المضادة للإشعاع، فأساساً هو لا يحلق في مجال هذه التقنيات المعادية، وحتى عند دخوله مجال الرصد الراداري فإن سرعته وسحابة البلازما الناجمة عن التحليق بسرعات فرط صوتية تجعل تتبعه وإسقاطه ضرباً من المستحيلات، ويتم توجيهه بنظامي توجيه من أبسط الأنظمة ومن أعلاها كفاءة. الأول نظام القصور الذاتي، حيث يقوم كمبيوتر مدمج في هيكل الصاروخ بقراءة وتحليل البيانات الواردة من مستشعرات الحرارة والسرعة والارتفاع والتسارع والوزن وجيروسكوب التوازن، بهدف تحديد موقعه بشكل تلقائي ودون أن يتم اعتراضه أو يتم التشويش عليه من قبل أنظمة الرادار أو طائرات الإنذار المبكر، كما يساعد هذا النظام في الحفاظ على أعلى دقة إصابة ممكنة. والنظام الثاني هو نظام الخرائط العالمي GPS، والذي يساعد النظام الأول في تحقيق أعلى دقة ممكنة لموقع الصاروخ خلال التحليق وموقع الهدف، مما يرفع من نسبة تحقيق الإصابة. وكحال جميع الأسلحة الكورية الشمالية فالمعلومات حول هذا الصاروخ سرية وشحيحة جدا، لكن بعد البحث والتدقيق لفريق ملفات عسكرية توصلنا لأبعاد هيكله، إذ يبلغ طول هواسونغ 18 22.7 متر، وقطره 2.2 متر، ووزنه يبلغ حوالي 60 طن. أما الرقم الصعب فهو سرعته التي قد تقترب من سرعة الصاروخ الروسي توبول إم، وهي 20 ماخ، والتسلق إلى ارتفاع 140 كيلومتر، وهو قادر على إطلاق الأقمار الاصطناعية. أما المدى التشغيلي الذي يثير رعب الولايات المتحدة من كل عملية إطلاق لهذا الصاروخ فهو 20,000 كيلومتر تقريبا. كان الصاروخ بحمولة حربية 70% من الحمولة الكاملة، وهذه المسافة تبلغ نصف محيط الكرة الأرضية، في حين تبلغ المسافة بين كوريا الشمالية وأبعد نقطة في الولايات المتحدة 11,000 كيلومتر فقط، والمسافة بين كوريا الشمالية وأبعد دولة أوروبية في حلف الناتو 9,900 كيلومتر. يتم دفع الشيطان هواسونغ 18 بست محركات دفع تعمل بالوقود الصلب من ثلاث مراحل، اثنان منها يعملان في مرحلة التشغيل الأولية، وباقي المحركات تعمل بالتوالي بحسب السرعة التي سيحققها خلال الرحلة ونطاق العملية والبعد عن الهدف. راجمة المجنون البالستية. تصنف الولايات المتحدة راجمة المجنون KN-25 على أنها قاذفة صواريخ بالستية متعددة المهام، إذ يمكنها حمل أشكال مختلفة من الرؤوس الحربية
بوزن يصل إلى 600 كيلوغرام، أي أن انفجار رأس حراري منها يعادل انفجار القنبلة الروسية الأحدث فاب 1500، والتي تستطيع تدمير مساحة تقدر بحجم 5 ملاعب كرة قدم. لكن هذا القدر من التدمير لا يشبع رغبات مجنون كوريا الشمالية الذي يشرف بنفسه على اختبارات الأداء للأسلحة التي تنتجها بلاده، والذي يسعى أيضا لجعل بلاده القوة النووية الأكبر في العالم. وتشير تقديرات الخبراء الغربيين إلى أن صواريخ KN-25 يمكنها حمل رؤوس نووية تكتيكية بقدرة 20 ميجاطن وما دون، كما يمكنها حمل قنابل بيولوجية أو كيميائية. وتتميز هذه الفئة من الصواريخ بدمج هندسة الصواريخ الفرط صوتية والمجنحة والبالستية في ذات الوقت، لكن من غير المعروف ما إذا كان بإمكان الصاروخ حمل أكثر من رأس حربي أو يمكنه تأدية مهام متعددة. تأتي القاذفة الأضخم عالمياً ب4 فوهات إطلاق، يمكنها الانتقال من وضع الحركة إلى وضع الرمي خلال مدة 5 دقائق، ويمكنها تفريغ ذخائرها بفاصل زمني يبلغ 20 ثانية بين الصاروخ والآخر، وتحتاج إعادة تفخيرها إلى نحو 18 دقيقة. يتراوح مدى صواريخ KN-25 بين 300 و320 كيلومترا، ويمكنها التحليق على ارتفاعات تتراوح بين 150 وحتى 11,000 متر. ودقة الخطأ في إصابة أهدافه تتراوح بين 20 و300 متر. وبالوقوف عند مدى الصواريخ، فإن أبعد نقطة في كوريا الجنوبية عن كوريا الشمالية لا تتجاوز 350 كيلومتر، ما يجعل نحو 90% من أراضي الجارة الجنوبية في مرمى راجمات صواريخ كيم جونغ أون. وبحسب ادعاءات الجارة الجنوبية، فإن الجيش الشمالي عمل خصيصا على تطوير وصناعة هذه القاذفة لتهديد أمنها ولشن هجمة بمئات وآلاف الصواريخ المدمرة في حال اندلعت أي مواجهة بين البلدين الذي تسود العداوة على العلاقة بينهما. أما وزن الصاروخ مع الرأس الحربي فيبلغ 6600 كيلوغرام، وطوله 8.2 متر، وقطره 60 سنتيمتر، بينما يتم تحميل القذيفة على مركبة من طراز تاترا 813 تشيكية الأصل ثمانية الدفع، والتي يبلغ طولها 8.9 متر، وعرضها نحو 2.5 متر، وبارتفاع 2.8 متر. تعمل المركبة بواسطة محرك من 12 أسطوانة يتيح لها الوصول إلى سرعة 80 كيلومترا في الساعة على الطرق الممهدة، وبسرعة 55 كيلومترا في الساعة على الطرق الوعرة أو في المناطق الزراعية والجبلية. ويمكن للمركبة البقاء في المهمة وقطع مسافة 450 كيلومترا دون الحاجة للتوقف أو التزود بالوقود، كما يمكنها عبور الأنهار والمستنقعات المائية والخنادق حتى ارتفاع 1.2 متر. وتحتاج كل قاذفة KN-25 إلى طاقم مؤلف من 8 أفراد، هم قائد الوحدة والسائق، ومختصين 2 للتربيض والتسديد، و4 آخرين كفريق مساعد. كيف تعمل راجمة المجنون البالستية؟ تعمل صواريخ KN-25 ب3 محركات تستخدم الوقود الصلب، وتعمل على التتالي: يمكنها إيصال الصاروخ إلى سرعة 4.2 ماخ، أي نحو 5000 كيلومتر في الساعة، وهي سرعة قريبة جدا لإدخال هذه المنظومة ضمن فئة الأسلحة الفرط الصوتية. وأهم ما يميز هذه الفئة من الصواريخ هو تزويدها بتقنية الزعانف الستة الدوارة في مؤخرة الصاروخ، وهي تقنية خاصة بكوريا الشمالية تسهم في رفع كفاءة الصاروخ خلال الرحلة والحفاظ على استقراره في المسار وتحقيق إصابات دقيقة. وبحسب خبراء عسكريين، فإن هذه التقنية تسمح للصاروخ بالاستجابة لأوامر أنظمة التوجيه وتطبيقها في الوقت المباشر، وهذا يعني أن الصاروخ كوريا الشمالي يمكنه المناورة رغم تحليقه بسرعات عالية، ما يجعله هدفا يستحيل اعتراضه من قبل منظومة الدفاع الجوي لعدم قدرتها على تحديد أو توقع مساره، إضافة لسرعته التي تصل إلى 4.2 ماخ. ويستخدم الصاروخ في الملاحة نظام القصور الذاتي،
حيث يقوم كمبيوتر مدمج في هيكل الصاروخ بقراءة وتحليل البيانات الواردة من مستشعرات الحركة والحرارة والسرعة والارتفاع والتسارع وجيروسكوب التوازن بهدف تحديد موقعه بشكل ذاتي. ويحول نظام القصور الذاتي أو الملاحة الذاتية بين الصاروخ وأنظمة التشويش ورادارات العدو، وبالنتيجة صعوبة واستحالة اعتراضه بأنظمة الحرب الإلكترونية مهما كانت متطورة. كما يستخدم نظام التموضع العالمي GPS إضافة لنظام اتصال وتوجيه عبر الأقمار الصناعية العسكرية الكورية الشمالية. ومن المرجح أن تعمل بعض إصدارات الصواريخ وخصيصاً التي يتم تزويدها برؤوس حربية نووية فقط بأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية العسكرية الخاصة. غواصة البطل كيم مرعبة الولايات المتحدة. أثار الظهور المفاجئ للغواصة الكورية الشمالية ذعر وقلق حلفاء الولايات المتحدة، حيث كشف محللون عسكريون وخبراء في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي أن الغواصة الجديدة تبدو وكأنها معدلة من طراز روميو الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية والتي حصلت عليها كوريا الشمالية من الصين في السبعينيات وبدأت في إنتاجها محلياً، إلا أن الغواصة الجديدة قد خضعت لتحديثات بشكل جذري في أنظمة القتال والتوجيه وأصبحت مسلحة بصواريخ باليستية وصواريخ كروزمان. لكن مثل هذه الأسلحة لن تضيف قيمة كبيرة إلى القوات النووية الأرضية الأكثر تأثيراً لدى كوريا الشمالية، لأن الغواصات القديمة من طراز روميو التي تم استخدامها كنواة للتصميم الجديد بطيئة ومحدودة المدى نسبياً وتصدر ضجيجاً ملحوظاً أثناء الغوص، كما أنها ما زالت تعتمد على تكنولوجيا سوفيتية المنشأ تم تطويرها في فترة الخمسينيات، مما يعني أن الغواصة ستواجه تعقيدات كبيرة في تأدية مهامها الهجومية أثناء رصد وضرب الأهداف، وقد لا تصمد لفترات طويلة أثناء القتال. وعلى جانب حلفاء واشنطن الأسيويين، فقد أصر الجيش الكوري الجنوبي على أن كوريا الشمالية تبالغ في قدرات غواصة البطل كيم النووية. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الجارة الشمالية كانت ستحتاج إلى زيادة حجم هيكل الغواصة والأجزاء الداخلية لاستيعاب أنظمة إطلاق صواريخ كروز وأخرى باليستية، لكن مظهر الغواصة الجديدة يشير إلى أنها بنفس حجم الغواصة الأصلية روميو أو أكبر قليلاً، وهو حجم لا يمكن أن يستوعب 10 أنظمة لإطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز معاً بشكل طبيعي، وأن هناك علامات خداع أو مبالغة في قدراتها القتالية. القدرات القتالية لغواصة البطل كيم. بحسب ما كشفت الأقمار الصناعية الغربية وتحليلات صور الظهور الأول لغواصة كيم كون أو، فإنها تتسلح بعشر أنابيب إطلاق صواريخ بأبعاد مختلفة موزعين بين مقدمة ومؤخرة الغواصة الأربعة. الأمامية تأتي بقطر أكبر من الستة الخلفية، وهذا يعني أن حمولة الغواصة مختلطة. وبالبحث أكثر حول حمولة الغواصة فقد تأكد لنا أن فتحات الأنابيب الأربعة التي في المقدمة سوف تتسلح بنسبة كبيرة بأحدث إصدارات صواريخ عائلة بوكجو كسونجي الباليستية المخصصة للغواصات، وهي تأتي بأحجام وإصدارات مختلفة يتراوح طولها بين 6 إلى 10 أمتار وقدرها تقريبا بين 1 إلى 1.8 متر حسب النسخة والمدى. ومع ذلك تبدو فتحات الصواريخ أصغر حجما لاستيعاب صاروخ باليستي بمدى طويل. لكن على الأرجح فإن صاروخ بوك جوكسونج SLBM الذي ظهر لأول مرة في أكتوبر 2021 أثناء تجارب باليستية لكوريا الشمالية هو أحد حشوات أنابيب الإطلاق الأربعة، خاصة وأن حجم وأبعاد هذا الصاروخ قصير نسبيا وتتشابه إلى حد كبير بصواريخ اسكندر الروسية في الشكل الخارجي. وبالبحث والتدقيق عن حشوات باقي الأنابيب الستة الأصغر حجما، فإنها بنسبة كبيرة ستحمل صاروخي واصال 2 التي كشفت عنها كوريا الشمالية مؤخرا، وهو يشبه صاروخ توماهوك الشهير التابع للبحرية الأمريكية، وهو قادر على حمل رأس نووي صغير. بالتعمق أكثر في تحليل صور ومقاطع الفيديو التي أظهرت بوضوح مقدمة الغواصة الخالية من وجود أي فتحات أنابيب أمامية،
فإنها بنسبة كبيرة لا تحتوي على أنظمة لإطلاق التوربيدات، وقد يكون سبب إزالتها وتوفير مساحات لأفراد طاقم الغواصة وأنظمة إطلاق الصواريخ المختلطة. يبلغ طول غواصة البطل كيم كون أوك حوالي 80 متراً تقريباً، وربما أكثر بقليل، وبعرض 6 أمتار وارتفاع يتخطى 8 أمتار، وتبلغ قدرتها على الإزاحة حوالي 3000 طن. يتم دفعها بواسطة محركات توربينية كهربائية تستمد طاقتها من محركات ديزل تقوم بشحن بطاريات كهربائية، ما يجعلها شبه صامتة ويصعب من عملية رصدها، ولعل هذا ما يفسر سبب القلق الغربي منها. وهي قادرة على الغوص حتى عمق يقدر بحوالي 250 إلى 300 متر بسرعة 30 عقدة، أي ما يعادل 55 كيلومترا في الساعة، وهي سرعة مقبولة بالنسبة لغواصة بهذا الحجم. يتألف طاقم الغواصة من 60 إلى 70 فردا، وتحتوي على مولدات أكسجين ومخازن غذاء وغرفة صحية لتوفير الرعاية الطبية في حالات الطوارئ. وبوسعهم البقاء تحت الماء لمدة 30 يوما متواصلة دون الحاجة لرفع الغواصة إلى السطح. شيطان هو سونغ 17. الكابوس هو سونغ 17 تبلغ حمولته التفجيرية القصوى 6600 كيلوغرام، موزع على رأس حربي واحد أو ما يصل إلى 11 رأس حربي متنوع كالرؤوس الحربية الحرارية أو النووية أو الهيدروجينية. تكمن خطورة الشيطان الشمالي في قدرتها على إطلاق كل رأس حربي على هدف محدد، أو إطلاق جميع حمولته من الرؤوس على ذات الهدف بشكل متقطع. والميزة الأخيرة هي أكثر ما يميزه عن بقية الصواريخ من الفئة ذاتها. يبلغ طول الشيطان هو سونغ 26 مترا، وقطره 2.9 متر، أي قرابة 3 أمتار، أما وزنه فيبلغ نحو 100 طن. أما الرقم الصعب فهو سرعته التي تبلغ 12 ماخ، أي ما يعادل 15000 كيلومتر في الساعة، والتسلق إلى ارتفاع 140 كيلومتر. أما المدى التشغيلي الذي يثير الرعب الولايات المتحدة عن كل عملية إطلاق لهذا الصاروخ فهو 18000 كيلومتر تقريبا، وهذه المسافة تبلغ نصف محيط الكرة الأرضية، في حين تبلغ المسافة بين كوريا الشمالية وأبعد نقطة في الولايات المتحدة 11000 كيلومتر فقط، والمسافة بين كوريا الشمالية وأبعد دولة أوروبية في حلف الناتو 9900 كيلومتر. يعمل الشيطان وسونغ بست محركات دفع تعمل بالوقود السائل، اثنان منها يعملان في مرحلة التشغيل الأولية، وباقي المحركات تعمل بالتوالي بحسب السرعة التي سيحققها خلال الرحلة ونطاق العمليات والبعد عن الهدف. ويتم توجيه صاروخ بنظامي القصور الذاتي ونظام الخرائط العالمي GPS، والذي يساعد النظام الأول في تحقيق أعلى دقة ممكنة لموقع الصاروخ خلال التحليق وموقع الهدف. كتائب المجنون الصاروخية. تصنع كوريا الشمالية المزيد والمزيد من الصواريخ التقليدية والقادرة على حمل الرؤوس النووية، وهي موزعة على 13 كتيبة للصواريخ، وتضم منشآت صاروخية خطيرة، منها منشأة موسودان ري تقع على الساحل الشرقي للبلاد جنوب مقاطعة هامجيونغ الشمالية، وهناك منشأة كيتائيرونغ وتقع بمقاطعة كانجوان على الحدود مع كوريا الجنوبية، وتستخدم الكتائب قاذفات الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، ومنشأة كايجولدونغ الواقعة بمقاطعة تشاجانغ بالشمال مع الحدود مع الصين، يضاف إليها منشأة كوسونغ بمقاطعة بيونجان الشمالية مع الحدود مع الصين، وتحتوي على صواريخ نودونغ متوسطة المدى، ومنشأة أوكوبيونغ دونغ بمقاطعة كانجوان بالجنوب مع الحدود مع كوريا الجنوبية، ومنشأة بوندونغ ري التي تعتبر أكبر المنشآت وتقع بالشمال على الساحل الغربي، وهي أكثر حداثة وتستخدم قاعدة لإطلاق الأقمار الصناعية. وتوجد منشآت صاروخية أخرى ولكنها أصغر حجماً وتقع في مناطق متفرقة، وتعمل منصات مخصصة لخدمة قاذفات الصواريخ المتحركة. كيف تخبئ كوريا الشمالية أسلحتها النووية؟
أسلحة كوريا الشمالية النووية قد تكون أكثر ترسانة معرضة لمحاولات الرصد وخطط التدمير في العالم، في ظل التوتر بين بيونغ يانغ من ناحية وواشنطن وسيول وطوكيو من ناحية أخرى، وعلى عكس الولايات المتحدة وروسيا والدول الأخرى التي وضعت صواريخها البالستية العابرة للقارات في صوامع أرضية معززة ولكن ثابتة، فإن الخيار أقل جاذبية لكوريا الشمالية لأن تلك المواقع الثابتة يمكن قصفها بسهولة قبل أن تتاح لها فرصة لإطلاق الصواريخ. وتظهر صور الأقمار الصناعية أن كوريا الشمالية تخفي شبكة واسعة من قواعد الصواريخ السرية في الجبال، ففي عام 2018 اكتشف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية وشهادات المنشقين والمقابلات مع مسؤولي الدفاع والاستخبارات 13 قاعدة من بين ما يقدر بنحو 20 قاعدة صواريخ باليستية سرية محتملة مخبأة في جبال كوريا الشمالية. قواعد تشغيل الصواريخ هذا يمكن استخدامها لجميع فئات الصواريخ الباليستية، من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى وحتى الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بما في ذلك صواريخ قادرة على حمل الرؤوس الحربية التقليدية والنووية. وقواعد الصواريخ المخبأة على وجه الخصوص هي ليست مواقع لإطلاق الصواريخ، لكن يبدو حصون هدفها حماية ترسانة الصواريخ لكوريا الشمالية في حالة حدوث ضربة استباقية من أمريكا. وتنخرط بيونغ يانغ في برنامج تمويه وإخفاء وتضليل فيما يتعلق بقوتها الصاروخية الباليستية، حيث يوجد في هذه القواعد أنفاق تحت الأرض لتخزين منصات الإطلاق الناقلة للصواريخ التي يمكن نشرها وتوزيعها على مواقع الإطلاق المعدة مسبقاً. وهذه القواعد منتشرة في جميع أنحاء البلاد وتقع عادة في الوديان الجبلية الصغيرة. وفي نهاية الحلقة عزيز المشاهد، ما رأيك بالقدرات النووية لأخطر أسلحة المجنون؟ وهل الولايات المتحدة وحلفائها قادرة على ردعها؟